السلام عليكم اسفل راس موامياء طفله قصه اكتشاف اقدم نسخه من مزامير داوود في سويف بمجرد ان تطأ قدمك ارضها تستنشق عبق الحضاره يفوح من بين جنباتها والذي يتجسد في معالم التاريخ باثاره النادره وعلى رأس تلك المناطق منطقة المضل الأثريات بمركز ببن جنوب محافظة بني سويف والتي عثر بها على أول نسخة كاملة من مزامير نبي الله داود عام 1984 في مقبرة تعود إلى العصر المسيحي الأول في القرن الرابع الميلادي تفاصيل الاكتشاف تعود إلى أنه أثناء عمل بعض الحفائر عام 1984 جرى اكتشاف موانيا لطفلة لا يتجاوز عمرها الثانية عشر تحت رأسها عثر على مزامير النبي داود عليه السلام هذا الكشف وصفته وكالات الأنباء العالمية بأعظم اكتشاف في القرن العشرين وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم